السلام عليكم ورحمه الله. كتاب الاستاذ في الرياضيات سنه 6 ابتدائي يا جماعه لسه نازل. طبعا الرياضه ده نفس يعني صاحب كتاب بني مستر محمد نصر الدين. وهنا المحتويات اهوت. اول حاجه عمليه القسمه والعوامل المضاعفه، وبعدين الوحده اللي بعدها الاعداد النسبيه والمقادير الجبريه. المقادير الجبريه انتوا بتهزروا. والمعادلات والمتباينات والمتغيرات التابعه والمستقله، وتوزيع البيانات، ومقياس النذعه المركزيه والتشتت. يعني ايه عناوين مش لطيفه بالنسبه لي بصراحه ربنا، عناوين مش لطيفه، ولكن هذا هو الكتاب من الداخل. الخامه ضعيفه شويه، الورقه ضعيفه شويه، ولكن احنا علينا العرض وانتم عليكم الاختيار. اهو ده كتاب الاستاذ في الرياضه. طبعا انا حاسه ان هو الورقه غامقه شويه، اهو الورقه مش تقيله على فكره، الورقه خفيفه بس هي لازقه في بعضها سيكه. اهو الكتاب اهو من جوه، الاستاذ رياضيات منهج 6 ابتدائي. لسه الكتاب نازل النهارده، اهو نازل من ساعات محدوده يعني. طبعا الكتاب موجود عندنا شحن لكل مكان، وموجود خصومات على الكتب اللي زي الاستاذ والابرار والبدايه والهادي وكل الكلام ده ان شاء الله. بس تابعوني ان شاء الله هنزل لكم كل الكتب الجديده. عايزه لايكات كتير جدا للفيديوهات عشان نعرف نختار ايه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ما عادش في وقت، ايام عديده على المدارس. يا رب تكون سنه سعيده علينا جميعا يا رب.